تقدريني شو اللي بتنحبي يا شهيرة خانو؟ تسلمي لي يا رب، وانتي كمان مع كل شغلتك بتنحبوا من جوات القلب. مرحبا يا ست شهيرة. ميت مرحبتي. تعي حبيبتي لعندي، تعي تعي، الله يرضى عليك. شو اسمي؟ آية. آية عاشت الأسامة. الله يعوض عليك كل قرش بعشرة يا شهيرة خانو. آمين. الله يطول عمرك. الله يحفظك. روحي الله يرزقك يا شهيرة خانو. آمين. آمين يا رب. الحمد لله، هذا كله ليرضى رب العالمين علينا. تفضلي تفضلي شهيرة خانو. لك وردة؟ تعدي معي. يلا جاي على عيني يا خانو. تسلم لي عينك. بتريدي شي شهيرة خانو؟ لا سلامتك. خاطر خدي راحتك. الله معك. وينك انت؟ شلونك؟ السلام عليكم. عليكم. شرفتينا. تسلمي لي. كيفك؟ شلونك حبيبتي؟ السلام عليكم. أهلين أختي. هاي الشهيرة خانو اللي حكيت لك عنها. هي أختي. مرحبا يا خانو. أهلا وسهلا. كيفك؟ مرحبا حبيبتي. يا أهلين. وردة حكيت لي عنك إنك خياطة غير شكل. إيه هيك بيقولوا إن شاء الله. يا ريت تشرفينا بزيارة يا خانو. تسلمي لي حبيبتي، والله أنتوا على العين والراس، بس أنا ما بحب غلب الناس بزيارتي، بحب الناس هي تجي لعندي وتشرف. أيوه. يعني يا ريت تجربي شغلنا يا خانو. إن شاء الله إن شاء الله بجي. تعوا انتوا لعندي خلوني اشوف شغلكم. ايه بكره شو عندي؟ انا ما عندي شيء. تعوا لعندي خلينا نشرب قهوه ودلوني وين بيتكم، ببعث لكم الحرتور وبياخذكم وبرجعكم. ايه اتكال على الله. وانا اعمل اتكال. ان شاء الله مثل القمر يغسل عينك، ما حكت لي اختي واكثر. والله الشهيره خانم يا اختي مبينه غير شكل. لك اختي ولو تشوفيها شو بتحب الاولاد الصغار وبتحنحن عليهم. يبعت لي حمى، ليش هي ما عندها اولاد؟ ايش شو بيعرفني؟ بس بتحنحن على صغار كثير وبتحسيها هيك قلبها لله. ايوه. شو عم تفكري ورده؟ اهل شهيره خانو بنت عز وعز. شلون بدنا نجيبها لعنا؟ يو في 100 طريقه وطريقه لحتى تجي لهون برجليها. أنا خالد. أهلين خالد، خير؟ يعني ما بتعرفي شو بدي؟ لا والله ما بعرف. أيوة، بدي إجرة البيت المتراكمة عليكم. أقول بدك إجرة البيت؟ فوتي هاتيون وبلا حكي زايد. يخرب بيته لك اختي، رعبني رعبه ورعبه. مع العيون والهي، معلش تقدريني خدي عطيه اجار البيت كله لقدام، ما بدنا اياه يخفق لعنا رايح جاي. ايه بس ما بتطلع له اجره البيت كامله، ليش بقى؟ معلش اختي. معلش ابوه حباب القرش رح يخليه يخفق لعنا، خدي عطيه وخلينا نخلص منه. ماشي. شو علي يا نظمي؟ ما بكون شاميه اذا بترك لك البيت والدكان. لك والله والله ما رح اترك لك شيء. انا بفرجيك. هاي اجرة البيت ودفعها لقدام. مهونة. ما عجبتني تطليعته اختي. تنقلع عينه يا حق. معقول يكون شاكك فينا؟ يو انتي التانية، بشو شاكك؟ لا له شاكك ولا رح يشك، بعدين لا تنسي ابتهال طالعناها من عنا وخلصنا. بتعرفي اختي؟ عزيزة لازم نخلص منها كمان، بركي صار ما صار نقوم ننكشف. قولتك. عليك مني، هي خبرية، بس اوعك، اوعك حدا يضرب قصة انه هي البطيخة الشكرية عم تشوفه لخالد قدام باب بيته. ولو خانو، أنا ما بفتح تمي بكلمة. ايه أنت فيك تتيسر هلا مني. وردة بلا ما نقوديه أنا لازمني قرشين مشي حالي فيه. قبل ما نتحاسب بكل شغلنا. ايه لكان 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 رح اعطيك دفعه وعلى كيفك كمان. يا ريت هلا. ايه شو صار لك؟ رح نجيب لك اياه هون. معناها كتريو فرد برا. يلا. شاميه.
بني النظمي شو اخباره؟ هاي بقيامته هو وعرفان زلح. ايوه يعني ما لازم نشق عليه. شو نشق عليه؟ يقعد يشك فينا، ما في بالعاده نروح نزوره. قلتلك ايه بلا طعم روه وشق عليه. لانه انا بدي اطمن على عرفان. مو روحنا ابتهال ولزقناها فيه؟ بدي اعرف شو صاير معه. هو مسكر دكانته، مشغول بالي يا زلمه. لك يسكروا قبره شو بدنا فيه؟ لك تروحنا انت عاصم؟ هيك قلتك؟ ايه هيك. امرك خلص مثل ما بدك. شو صار معهم هدول؟ طول بالك انت التاني شباك. وعلى بيتنا خص نص، والا ما بنقدر ناخذ منه شيء. عم تفهمي علي؟ لقيتها. شو هي اللي لقيتيها؟ بيت الحجة كريمة. شو بو؟ تلكولي على قامتك، شو بدك فت خبز؟ انت مثل ما قلت لي لكان يا خانم، لك عم بسترجي. وسعتي لي ابطل الفستان وزمزمت لك الخصر مثل ما بدك وزيادة. بيعطيك العافية. الله يعافي لي قلبك. يا وشلونهم الولاد الحلوين يا خانم؟ ان شاء الله بيقبروا قلبي، ربي يشحدني اياهم الهي. امين. كل ما بتقول ولاد يعلى قامتي بتذكر كريمه جارتنا. اي والله يا اختي، اي والله. منو هي كريمه؟ ما حكيتي لها؟ لا يا خانم، هي كريمه هي ست ضريره عنا بالحاره، جارتنا. عم تربي ولاد ايتام ودرويش. شو هيك على باب الله؟ علي عليها مره ضريره وعم تربي ايتام. اي يا خانم، اي بنتها شكريه بتساعدها وبتقريهم وبتكتبهم. ربي يجزيها الخير. بس انتم الله يهديكم ويصلحكم، ليش ما خبرتوني عليها؟ والله يا خانم كنا بدنا نقول لك ساليها لاختي، بس التهينا بقصه التفصيل. لا ما بصير. ما صار شيء، ما صار شيء يا خانم، هي خبرناكي. مو مشكله، انا الجمعه بروح لعندها وبتعرف عليها. جمعة؟ ايه بإذن رب العالمين. يا ميت أهلا وسهلا فيكي، تقبريني إن شاء الله. بتنور الحارة يا خانم. ايه والله، ايه والله. ربي يجزيكم الخير. وخيرك يا خانم. تفضلي يا خانم. تفضلي وردي. ايه سلم دياتك والله أنت يا خانم، أعوذ بالله. مخيرك. ايه تقبشيني. لا، كل الأولاد اللي بيجوا لعندي من أهل الحارة. ودخلت هالولاد كلهم أهلهم فقرة ومعترين، ولا في منهم معهم مصاري؟ مصاري؟ يو لا، كلهم فقرة ومعترين تقبريني. ايوه معناتها رح اجيب لك كم ولد فقرة. تقبريني يا شامية، يعني انا ما بحب ارفض لكم طلب، بس شوفت عينك يعني ميت ما بيشيل ميت، وانا الولاد يلي عم يجوا لعندي عم علمهم لوجه الله، يعني مو بالمصاري. لا تاكليهم، لا تاكليهم، في حرمة مقتدرة هي رح تدفع كل المصاري على روح امه وابوها. عن حق عم تحكي؟ ايه الله يرحمه ويعوض عليها كل قرش بعشره. تعيشي وتترحمي تقبريني. بقى شو قلتي؟ نجيب لك ولاد تعلميهم؟ جيبيهم شاميه، جيبيهم. وشغله ثانيه، وليش كريه؟ وين بدها تجي تتعلم عندي الخياطه؟ ايه مفكره ما بدي؟ اي صح لي تكوني معلمتي، بس شوفت عينك ما عم برضى. من الكوي لارض ديار، من ارض ديار للكوي. رح ابعث لك اياها بس يرتاح بالها شوي. على عيني يا حجه، امتى ما بدك. يا اهلا وسهلا. ما تبلي الهي، ما تبلي. الله يرضى عليك وعلى اختك يا ورده. ما صدقتك عاصي. وغلاوتك كنت نايم عند واحد صاحبي، ما حسيت على حالي الا فقت وش الصباح. ماشي هلا مو وقتها، روح لعند عرفان وضلك معسكر ببيته، هذا ماله ساكت. انا بامرك. ما بدي اياك تفارقه بالمره، من هلا بلش. يلا روح روح. على عيني. على عيونك روح. اخذتي بالعبطه. هلا هيك بده صاحبه؟ هذا واحد طماع وبلا اصل خانه. ونحن ما عاد بدنا البيت. شلون بقى؟ مثل ما سمعت، نحن بدنا نبيع هي الحجه. اخي ما بدنا وجعه هالراس وما بدنا نفوت بهالمعمعه. فروح شوفه قديه بيدفع وبعدين يصطفل يعمل اللي بيعمله. ايه والله هذا الكلام مزبوط. اوه ما سمعتها شو قالت لها؟ هلا بسكر وشو بيقول لك بتجي بتقلنا؟ ايه يلا السلام عليكم. الله معك. خذ معك الحجه. علينا. على عينك اختي وعلاقته. اختي ما بدنا وجع راس.
لا من عرفان ولا نظمي ولا خالد ولا الحكم دارية. صدقتي لجوزي؟ ما صدقته، تركته ليحكي لحاله. اصلا هلا ما حدا فاضي له. لينا بعرفان والمخونة رياض. اي وشو نساوي؟ قل له يجيب المصاري ويجي لعنا لهون. هذا لا بيروح ولا بيجي لعند حدا، اللي بده منه شي بيروح لعنده. اي بنروح لعنده، شو خسرانين؟ بدكم شي تاني مني؟ لا بس لا تفارق الحارة، ممكن نعوزك بشي شغلة. ايه السلام عليكم. الله معك. شبه ما عجبك الحكي؟ اختي مو قصة مو عاجبني، بس ما رح نستفيد شي، هذا رياض بلوى مصبرة. قلتلك راحوا على المقبرة ونبشوا القبر تبع ابتهال. هذا بده يعرف مين مدفون بقبره. قلتلك رح تورطينا ورطة عظمة. ولاد معلش جوزي معلش، هذا ماله ساكت، بده يعرف مين جاب ابتهال على بيته. بتعرفي شو احسن شيء؟ ايه نهرب منه. ما في هريبة صهري، هريبة ما في. لك اسمعني عاصي، وحدة من تحت وبنحطها بقبر فواز. شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم قلك. بس لك بس عالسريع قبل طلوع الضوء وخد بني خليه يساعدك. والله لجنن. لا والنبي شو هالحكي يا شهيرة خانم؟ والله ما بيهون علي. خلصنا بقى شهيرة. لك إذا أنا قبلت أختي وردة ما رح تقبلها. لك إجت منيح بالحلال. اسمعي على هالسمعة، قال بدها تعطينا حسابنا على التفصيلة. يوه يا خانم الله يسامحك، هي هدية منا إلك. حبيبتي يا حزرتي عليكم. أنتوا خلصكم هدايا. لا يا خانم شو هالحكي، اعتبرينا أخواتك. طيب والله وأعز ربي يشهد، بس خلص حبيبتي الحق حق. طيب إذا كان ولا بنت حطي هدول المصاري فوق المصاري اللي بدك تشتري فيهم للأولاد. يوه أنا أولاد؟ يوه الأولاد اللي عم تربيهم الحرمة ضريرة يا خانم. إيه إيه ماشي، بس حبيبتي أجرتكم ما دخلها، هدول من حر مالي، كل شيء لحال. يا خانم يا خانم سلامة خيرك، والله نحن بالخدمة. تسلمي لي يا حبيبتي، بس كل شيء لحال، الله يرضى عليكي. ها خلص خلص مثل ما بدك، كله إلا زعلك. معناتها بكرة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أنا بيجي لعندكم ومعي القمايش مشان يعلي تفصلون لهالولاد الصغار. إيه إذا الله راد. ناطرينك يا خانم ناطرينك. بتشرفي يا خانم بتشرفي. بعد شوي جاي لعنا شهيرة والخدامة تبعها، بدياكم تكونوا جاهزين وحاضرين لشغلكم معها. بس أنا لسه ما أخذت حصتي من الشغل الماضي، وقلت لكم بدي مصاري. هي هي علينا، شو بنا بني؟ عم نقلك بس تخلص من الست شهيرة واللي معها خلص بنعطيك حصة كبيرة من اللي إلك ياهون معنا، حاجة لسه عالطالعة والنازلة، ما رح ناكل عليك شي. وشلون هي جاية مرتي؟ بالحنتور، رح يوصلها لباب البيت من عند الحجة كريمة. ومشان الحنتور رح يضل واقف عم يستناها؟ ليش بتحب الأسئلة كتير والأخذ والعطاء؟ لا تخاف أنا مزبطة كل شيء. من خافك شفنا. لك شو بنا عاصي؟ عم قلك أنا مجهزة كل شيء ومرتبة. أمرك أمرك تاج راسي.
يلا انزلوا لتحت وجهزوا، بس لا تطلعوا حس، ونحن متى ما خلصنا بننادي لكم. بأمرك. يلا 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 بني حالي حالي. أوام يلا. هدول مني مشان شاركك الأجر والثواب، وأنا بإذن الله كل جمعتين ثلاثة بشق عليكي. الله يعود عليكي يا خانو. أمانة برقبتك يا حجة، تضلي تديري بالك على الأولاد وشو بدهم بتأمني لهم يا. شرف شرف من بعدك بعدك خلاص الله يخلينا اياك الله يكبر واجبك يا الله. الله يجزيكي الخير يا بنتي. الله يخلينا اياكي ولا يحرمنا من بركتكم. يلا رب اسمحوا لي. يو خليكي عنا يا خانم. خليكي عنا يا خانم بكي بكير من عمرك يا حجة، بس والله البنت عم تستناني وعندي مشوار. يلا بخاطركم. الله معك. قوموا على السريع بوسوا ايد الخانم. الله يلا 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 الله يكرمكم يا رب. تعالوا حبيبات تعالوا تقبرني تعالوا. شو اسمك؟ محمود. محمود الله يرضى عليك يا محمود. خذ حبيبي خذ خبيها دير بالك على حالك. الله يسعدكم الهي ربي يحفظكم. السلام عليكم. اخي دور الحنطور خلينا نروح على الذكية. تؤمري يا خانو. عرفتي وين البيت؟ ايه ليكو يا خانو. ايه يلا جيبي الاغراض والحقي. حاضر. يلا بسم الله. يا ميت اهلا وسهلا بالخانو، زارتنا البركة اهلا وسهلا. شرفتي وانستي شهيره خانم. تسلمي حبيبتي. تفضلي. شرفتي وانستي حبيبتي. وين بتحبي تعدي بالليوان ولا بالديار؟ لا حبيبتي هون اشرح لي. ايه تفضلي يا خانم تفضلي. تسلمي لي. ليك وشربوني قهوه على السريع لانه بدي اروح على التكيه. ايه عيني عليكي بارده يا خانم، ما شاء الله من عمل الخير كل مالك عم تحلي. بس عدم المؤاخذه يا خانم والله ما عندنا قهوه، شو رايك بكاسه كركديه من تحت دياتك؟ ايه معليش بس على السريع الله يرضى عليكي. ايه على عيني. استني اختي رح فوت معك على المطبخ، حاكم مساويتهم امبارح بايدي لقلك وين حاططهم. ايه تعي تقبريني تعي. وين بدنا نفوتها لشهيرة؟ وين يعني؟ على غرفة الخياطة. وهي اللي شكلت لي اياها على خاصرتها؟ الخدامة تبعها بدها تلحق وين ما بتروح. شو بدنا نعمل؟ شو صار معكم؟ احنا جاهزين. خلصونا متى من ريحة؟ شبنا عاصم هلا فاتت المرق، طول بالك. طول بالك عاصم شبنا. خانوم ناطرينكم ناطرينكم نحن. جهزوا قبر تعمل للخدامة. يا حبيبي كنا بوحدة صرنا بتنتين، كثير والله كثير. يلا عاصم يلا. نورتينا يا ست شهيرة. ايه والله. يا ميت اهلا وسهلا. تسلمي يا حبيبتي هذا نورك. دخيل عينك. ايه ست شهيرة شو رأيك نطلع نقعد بأوضة الخياطة؟ منه بتشوفي تفصيلاتنا وبشوف القماشة تبعك وبتشربي الكركديه هيك على رواق. ايه شو علي؟ ايش كان هيك ماشي؟ يلا يا رب شرفي. اهلين وسهلين. تفضل تفضل يا خوان. خذي العين حولك ما شاء الله على هالعيون شو حلوين. تفضلوا. اهلين وسهلين. اختي ايه اختي تفضلي يا خانو. يلا يا رب. يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا اقعدوا تفضلوا. تفضلي خانو تفضلي عدي. لا حبيبتي انا هقعد هون على الارض. لك مشان واجبك. لك يسلم واجبك يا حق. تسلمي لي.
تفضلي تقبريني. الله يسلمك. يلا رح اجيب لك كم تفصيله تشوفيه. على السريع الله يحن عليك. على عيني على عيني ليكن. بس بدي نقي لك الاحلى. يلا. جاهزين؟ رح اجيب لكم الخدامه. بني صحصح معي. ايه ايه هاتيها خانم هاتيها. قلت لك الريحة جيبي اللي بدك اياه خلصينها. منين طلعونا بيلد؟ فهمت علي؟ ما فهمت عليك شيء. لك ال تانية شبه التانية ما عاد في قرنة يا زلمة. والله ما بعرف. يلا يلا قول يا رب قول يا رب. شلوني معك يا خانم؟ هذا الفستان بنساوي مثل ما بدك، بنقيم بنحط ما بتفرق. والله شي ناهي، اسم الله عليك، الله يسهل الايدين. ان شاء الله بتقبل. حندق بندق، العين اللي بتشوفك وما بتصلي على النبي، ان شاء الله بتطق وبتنبق. امين. لا حول ولا قوة الا بالله، لك والله عم تخجلوني يا جماعة. تقبريني انت بأحلاكي. اسم الله عليكم. شهيرة خانم؟ معلش من بعد إذنك، آخذ صبية معي تساعدني بشغلة صغيرة. يا إيش عليك؟ كتر خيرك. قومي يا حلوة. قومي جميلة، قومي مع أمي. أمرك يا خانو. أختي لا تتعوقوا. ما رح نتعوق. انزلي يا حلوة انزلي. الحقيني تعي. شو اسمك يا حلوة؟ اسمي جميلة يا خانو. أهلين يا جميلة. رح أضيفك كاسة كركديه. يلعب شلون منك. سلم إيديك يا رب. خلاص منك عمو خلاص. مصيبة بقى. لك حاجة تعذبيني مشان ما نكسبي. لك خلاص. ما تعودت تفرح عطشانة حنين، سكين وعم تذبح وقلوب عم تنداس، ما تعلمت تجرح يا لعبة الأيام، زيد الوجع موتك على ايدي. المال ماله الضنا عم يشتري بعمره، والشر ماشي بعمى عم يفضح بسره. عطشان يحني ورد شامي. لك هذا عم برقيكي يا خانم، عم برقيكي من كل عين شافتك وما صليت على النبي تقبريني. اللهم صل على النبي وما صليت على النبي تقبريني.
اللهم صل على النبي. هاتي هاتي هالكاسة عني. اخ يا ربي عليكي تقل يا خانم، عليكي تقل. والله هيك شكلي. لفي لعندي لشو؟ أنا رح ريحك آخر رياحة وروقك آخر رواق، لا هم ولا غم، رواق. شلون حاسة حالي؟ طلعي فيني لشو؟ هلا عليك يا خانو. يلا السوار السايس يعني لبستوا اياها. خلي القهر غافي بلكي الظالم بينام، قلبي خلق دافي بتبرد دول
دورت عليهم يا باشا بس ما لقيتهم. لك شو؟ شو عم تحكي انت؟ الله وكيلك يا باشا، هذا اللي صار. وصلتهم على البكية وفاتوا وتأخروا، قلت لفوت دور عليهم بس ما لقيتهم جوا. شي وين بدها تكون راحت يعني؟ العلم عند الله. اسمع. نعم. روح جيب الحنطور بسرعة يابا. حاضر يا باشا. مين؟ أنا يا بنتي، أنا رشدي جوز شهيرة. أهلين يا أفندي. أهلين فيكي يا بنتي. شهيرة كانت عندكم اليوم بعد الظهر؟ اي والله كانت عنا، بس بعدين راحت على بيت وردة وشامية. مين هدول وردة وشامية؟ هدول خياطات عنا بالحارة. شحوا بيتهم ليكو يا سيدي. كتر خيرك يا بنتي، امشي. يلا. شو صاير يا مو؟ شو صاير؟ والله ما بعرف. اجا جوزها لست شهيرة وعم يسأل عنها، قال لي هلأ ما رجعت على بيتها. يا وين بدها تروح الحرمة؟ أبصر والله ما بعرف. فوتي يا مو من البرد، فوتي فوتي تقبري. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والله ما بنعرف وينها يا أخي، ليش ما عم تصدقنا؟ يا بيك، شهيرة خانم مزبوط كانت عنا هي وخدامتها، بس طلعوا وركبوا مع السايس بالحنطور، وعلى أساس قالت لنا إنه رايحين على تكية. صار هالحكي يا أخي ولا ما صار؟ صار يا خانم، أخذتهم على تكية بس ما عاد شفتهم وما عاد لقيتهم. فيا أخي ليش عم تسألونا؟ نحن ما دخلنا. يعني شو بفهم الحكي يا خانم؟ يعني يا أخي روحوا دوروا عليها، شوفوها هي وين مع مين. حاكم نحن من وقت اللي طلعت من عنا ما عاد سمعنا عنا خبر ولا منعرف عنها شي، يعني نحن ما خصنا. مزبوط يا خانم، مزبوط، أنتوا ما دخلكم. يا لطيف، هلأ ما في قدامنا غير ندعي لها ترجع بالسلامة. شنو ست شهيرة؟ زينة نسوان الشام، الله يرد على بيتها سالمة. امشي أبو عبدو امشي. لوين لهلأ يا غاشا؟ لوين يعني؟ على الحكم داري. امشي. الله معكم يا سيدي، أمانة والأمانة صعبة، طمنونا عليها. الله معك ومعه. والله انت مبسوط تستاهل، ان شاء الله بترجع بالسلامه على بيتها. مساء الخير. شاه بندر التجار جاي يزورني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. تفضل تفضل يا بي. شكرا. امرني مراد باشا، حرمتي مو مبينه من الظهر. ما اسمع. عم بقول لك حرمتي مختفيه من الظهر يا مراد باشا. شو عم تحكي يا بي؟ مثل ما سمعت، وبدي حرمتي ترجع لي اليوم يا مراد باشا. اللي لوين راحت يا رشدي بيك؟ راحت عتكية يا حاجب. أوامرك باشا. اندهدي على فارس. حاضر باشا. طلعت أوامرك باشا. وين بيت الحجة كريمة؟ بالدخل الموسي. امشي قدام دلني يلا. صح صح. يو مين بده يكون بهالليل؟ مين؟ أنا الضابط فارس من الحكم دارية. حطي على راسك، بدنا نفتش البيت. يو وليش بدكم تفتشوا البيت سيدي؟ يا بنتي يا شكرية، نفذ الأوامر وبلا العيب، عم تفهمي؟ طيب يلا تكي تكي، رحف على راسي، افتح لكم وفوت على الأوضة. يا مو فوتي قوام، بدون يفتشوا البيت. فوت فوت يا أخي. لك يا ابني اللي شو فيه؟ لك شو صاير؟ طولي بالك علينا يا حجي، نحن عم نعمل شغلنا. شو صار معكم فتحي؟ سيدي بلا شيء. شو بتمرون نسوي سيدي؟ لك يا ابني قلي على شو عم تدوروا لحتى ساعدكم. عم نفتش على شيء مهم يا حجي. لك يا ابني احنا سلاح ما عندنا ولا منشتغل بهيك شغله سيدي.
بترجع بتاخذ شهادة الحجة هون، وبكرة بتجيب لي شكرية على الحكم درية. الحقوني يلا انت وياه. سمعتي شو قالوا يا مو؟ لك ما عرفنا شو بدهم، على شو عم يدوروا، بعدين ليش بدهم اياك تروحي على الحكم دارية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، امشي يا مو امشي. لا حول الله، لا حول الله. تعي تقبري. لا حول الله. أنا عارف كثير منيح إنه ما بتعملوا شي غلط، بس حابب أسألكم. لا تسألي يا سيدي، حاكم كل شي بدك تسألنا إياه، قلنا له إياه لرشدي بيك لما إجا لعنا. لكان لكان، وقلنا له إنه إيه كانت الخانم عنا، هي والخدامة والسايس تبعها، وراحوا على تكية. أختي خلاص، أختي تركيه تركيه فتش البيت على راحته. يو تقبريني، خليه فتش وأنا معوقته. تفضلوا سيدي تفضلوا، فتشوا البيت، البيت يعني تحت أمركم من فوق لتحت. لا لا ما في داعي نفتش طالما إنه البيت كان هون. أنا بعتذر منكم. لا لا ولا يهمك سيدي ولا طلعت أمرك سيدي. طلع لا حاول. يلا بخاطركم. الله يحميك من كل ردي يا سيدي. يحميكي. الله معك. رح يوقف قلبي. عم تضحكي على عيونك. عرفت شو قال. أخي أنا شامية ماني متطمن لا من الآخر. لك لك مرتي بدها تفيدك لا 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 تخاف. لك من شو بدي خاف؟ أنا أصلا ما عندي شيء خاف عليه، ومصاري وقت بدي إياهم بصير ماي بجيبه. بس أنا كل خوفي عليك أنت القاصي. مرتك معنا قليلة حية. حية بس بتحبني لك مني بتحبني. صحتين وين عمي؟ خليها فيها شف اشربها عمي عاصم اشربها. الأمانة جاهزة بعدين. سلمون. أمانة أمانة شو شو ولا شيء أنا بعدين بحكي. كلك يسلم جاوبني يا أبو عبدو. نعم سيدي. لوين أخذت الست شهيرة أحلى ما حيلك على التحقيق وخليك تنسى اسمك؟ والله العظيم يا سيدي والله العظيم كل شيء بعرفه قلت لك اياه ماني مصدقك. والله العظيم ما شفتها يا سيدي. انت بتحلف وانا بضربك، انت بتكذب وانا بضربك. اللي وين اخذتها يا سيدي؟ مثل ما قلت لك اخذتها على الكيو لما انطولت فتت يا سيدي لاشوفها ما لقيتها. قل لي يا ابو عبدو ست شهيرة وين كانت تروح ولا عند مين وبالتفصيل؟ حاضر فزوا لك. حاضر سيدي حاضر. والله ست شهيرة مبينه مرا قلب الله، بعدين انا ما شفتها غير هالمره اللي اجت فيها لعنا على البيت. ايه والله ما في منها، الله يردها لبيتها سالمه غانمه. امين يا رب العالمين. والست شهيره شو جايبها لعندكم على البيت يا شكريه؟ اجت لعنا مشان تساعد الاولاد الصغار سيدي. ولاد مين؟ سيدي شكريه بتعلم اولاد الحاره القرايه والكتيبه. خجو يعني سيدي خجو خجايه. والست شهيره بتجي بتساعد هالولاد الصغار بالاكل بالشرب حاكم اهليهم معترين ومعتازين. طيب روحي على بيتك يا شكريه. اوخ يلا يعطيكم العافيه. السلام عليكم. مع السلامه تقبريني. مع حينك. ايه وانتو كمان روحوا على بيتكم. يلا اختي يلا. ايه لا سيدي نحن ما لنا رايحين وما لنا متحركين لحتى تأكد لنا وتقلنا انك جاي تتعشى عنا. ماني فاضي يا وردي، انا مشغول كثير بقضية اختفاء الست شهيرة مثل ما انك شايفة. ايه وعزة الله وعزة الله. إذا ما بتقلي انك جاي تتعشى عنا اليوم المساء لقلن انك انت اللي خطفت لشهيرة خانو. ومهضومة كمان وعندك روح النكتة. شو جاي؟ في ما اجي؟ ايه جاي جاي. بتشرفونا سيدي، لا تطولوا علينا. خاطرك سيدي. الله معكم.